تلفظت على المسرح. تحاربين لنجاح. انا انثى يعني ماني رجال بس بالافعال رجال. لشي عندها صوت؟ سارة زكريا تتحدى نقيب الفنانين السوريين محسن غازي. صدر قرار بمنعك من الغناء في سوريا بتهمة التلفظ بتعابير نابية وخادشة للحياء. زرت النقيب محسن غازي مثل ما مبين ومضيت على تعهد ومش الحال، رجعتي فتحت النار عليه. ليه؟ أنا ما فتحت النار على حدا. أنا أولاً أنا ما منعت بسوريا غني، أنا جاني إنذار شفهي. بمعنى؟ بمعنى أنه نتمنى عليكم هاي الألفاظ ما تقولوها. طب أنا وين تلفظت على المسرح؟ أنا غنيت أوكي والعالم عم بترد وراي، بس العالم شو قالت؟ أنا بدي أنزل حاسب العالم؟ لا ماني مجبورة، العالم حرة بتقول اللي بدها إياه، ما حدا قاله عند العالم. بس هول الرديات بيجروا العالم. هول الرديات ليش أني محطوطين باسمي؟ بس سؤال. لا في كتير عالم بغنوا غيريك. آها ليش اشمعنا سارة بين قوسين يعني؟ أنت قولي لي. انا اللي بدي اقول لك لانه في ناس كثير يعني ما بدي احكي بهذا الموضوع وارجع كرر في حدا في يعني لحظه في حدا دش اسمك؟ في ناس كثير قاعده ببيوتها، في ناس كثير كانوا بحفله عيد السيده بسوريا بالاخص مطربين كلهم كلاس اي ما كانوا مفاولين الا ساره زكريا وملحم زين اكيد وجه له تحيه كثير كبيره. كان عنا حفلتين تحت بصدنايا وكنا سولد اوت قبل بيومين. قبل بيومين سولد اوت. كنتوا سوا بنفس الحفله؟ اوكي. كنتوا الوحيدين سولد اوت بالكلاس اي الباقيه كلهم مش كانوا اوكي. يعني انت عم تحاربين لنجاحك، يعني تحاربين لنجاح. كتر خير الله ما عندي مشكله. يعني انت عن جد في فنانين يعني كتير. دزوا اسمك كثير كثير كثير. مين هن الفنانين؟ هذا الموضوع مين؟ يمكن سوريين. سوريين في سوريين وفي لبنانيين. شو عم تحكي؟ أيوة. مين فنان سوري اللي حط اسمك؟ ما فيني صرح فيه. بتعرف ليه؟ لانه هو قاعد ببيته، خليه يتفرج علي ببيته، بيعرف حاله كثير منيح. وليش تقصد يأذيكي؟ ليه بده يأذوكي؟ ليك اللي بيأذي الله بيأذيه. فأنا نصيحتي لإله اليوم إنه انشغل بحالك ما تنشغل بغيرك، كون هيك أنا هيك أنا الله يسر معي. طيب إذا أعطيتك خيارات بتقولي لي مين؟ لا حدا من لأنه أنا من الأساس ما بدي أحكي. لو بدي أحكي اللي بيغني بعيد اللي بيغني بعيد السيدة مثلا مش نصيف، خلينا نقول مش نصيف، وفيق حبيب مثلا. وفيق حبيب صديقي. لا حسام جنيد صديقي. علي الديك ما في شيء بيني وبينه، ما بعرفه يعني. انا حتى يعني انا بعرفه على السوشيال ميديا او انه على كاسم معروف. حسين الديك كمان ما في معرفه شخصيه بيناتنا. يعني يا حسين يا علي. لا ما دخلني انا، ما بعرف الوحيدين اللي مين بتعرفي ومين ما بتعرفي. فانا سميت لك وفي عندي صداقه معه، حسام عندي صداقه معه. هالشخصين انا ساعدك بمين بتشكي مش بمين بتعرفي. طيب على كل، هل صحيح انه انت؟ لا لا مش بمين بشك، انا بعرفه. او بعرفهم بالاحرى، بعرفهم كثير منيح. شو بدي احكي؟ طب انت يا جريئه يا منك جريئه. جريئه على المسرح منك جريئه بالمقابلات؟ جريئه بس باللي بدي اياه. ايه شو يعني؟ باللي بدي اياه، يعني انا اليوم جاي مسالمه لحظي؟ لا 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 انا احنا هون لازم تتخانق. انا بكل اوقاتي مسالمه. انا بكل اوقاتي مسالمه، وبالاخص الضحكه السماويه تبع كثير مسالمه. هي الضحكه السماويه نعم بتقولي عني بتحكي عنها كثير. سكسك يوزمي منك ومن الفرقه ومن الجمهور، لانه انا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو ما عندي ابدا ابدا. اسمع تجي